إلى خالد أسميع وهو عامر السلهام، وهذا عامر السلهام الآن بيتركها لخالد بيحول ويبعدها المدافع برا الملعب ضربة ركنية. لاعب يأخذ البطاقة الصفراء كان خالد العبودي، وتلعبت الكرة على داخل المنطقة. يا سلام، هدف للنصر، هدف للنصر، كرة لعب عالية ما يتصدى لها أي واحد من خط الدفاع لفريق النادي الأهلي. يتصدى لها مين؟ عبد الله السريان براسه في الزاوية اليسرى على يسار عبد الهادي الحداد. هدف أول للنصر في الدقيقة 25 من الشوط الأول من ضربة ركنية تلعبت، لم يتمكن من عمل أي شيء مدافعي فريق النادي الأهلي،